طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. أيوة أنا مريم. مريم ازيك مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. كم سنة يا مريم؟ 19 سنة. 19 سنة. مرتبطة يا مريم؟ كنت مرتبطة. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا؟ كنت خطوبة. قبل الخطوبة عارفة قبلها بسنتين. يعني عرفتيه بسنتين وبعد كده اتخطبتوا، قعدتوا قد ايه مخطوبين؟ سنتين. يعني بقالك 4 سنين في القصة دي. طيب لسه مخطوبين ولا حصل مشكلة؟ لا حصل مشكلة وبعدنا عن بعض. طيب ايه اللي حصل؟ يعني هو كان بيحبني جدا وانا كنت برضه. احنا عملنا علاقة مع بعض. ده وانتوا مخطوبين؟ بعد الخطوبة. بعد ما اتخطبتوا بسنة. علاقة كاملة ولا نص علاقة كده ما كملتش؟ هي كاملة بس انا ما حصلليش حاجة. يعني رحت اكتشفت عند الدكتور قال لك لا ما فيش حاجة. انا ساعتها قررت ان انا بعيد عنه لانه كان بيعمل مشاكل كتير قوي ما بين بابا وما بين بعض. ما بين بابا وما بين مين؟ هما الاثنين كانوا بيعملوا مشاكل مع بعض، بابا وهو. اها. فانا قررت اول ما عرفت الحكاية دي بعيد. بابا عاجز برجليه ما عندش الان نفسه. ربنا يشفيها. وانا ماما ميتة. كان ماما على طول كانت بتتصل بيا تعالى اقعدي معانا سيبك من اهله. يعني كانت على طول بتضربني للشغل اللي انا قاعدة عندها في بيتها. هو مش عايز يبني، مش عايز يعمل شقة، هو عايزني اجي اقعد مع مامته. يعني كان الخلاف ان هو بيعمل مشاكل مع باباكي. وكان ساعات لما اي حاجه نزعل مع بعض انا هاجي اكتب كتابي عليكي وهمشي. ظلمتها يعني. يقول لي انا هاجي اكتب كل اي مشكله، يقول لي انا هاجي اكتب كتابي عليكي وهمشي. انت اللي قلتي انا عايز اسيبك ولا هو اللي سابك؟ ولا انا قلت له ولا هو اللي قال لي. يعني انا اليوم ده مامتي قعدت. لا ممكن تعلي صوتك شويه يا مريم. مامتي قعدت تقول لي تعالي وكده وانا رحت لهم هناك في البيت وسبت بيت اهلي واخواتي وبابا وكله ورحت له. رحتي له قعدتي عندهم ولا بيتي يعني ولا رحتي قعدتي قد ايه؟ ولا زياره؟ قعدت لغايه بالليل. اه. بس بابا عمال يدور عليا وعمتي. ومش عارفين، ما قلت لهمش انك رايحه لخطيبك؟ لا هم عارفين ان انا رايحه عند خطيبي. طب بصي يا بنت الناس، بصي كتير بنخش في علاقات والعلاقات دي بتبقى فيها خطوبه وفيها، انما العلاقه باديه بدري قوي بالنسبه لسنك، فبالتالي انت كنتي صغيره والولد صغير، فطريقه العلاقه ما بينكو والكلام ما بينكو والحوار ما بينكو في نوع من يعني شيء طفولي، ما فيش اي تحمل مسؤوليه، مش عارف يقيم ولا يقدر ان هو خاطب واحده باباها عنده مشكله صحيه، والدتها عندها مشكله صحيه، مش قادر يفكر يحترم الانسان اللي خطبها، لان العلاقه اللي ما فيهاش احترام دي علاقه فاشله بكل المقاييس. فلا بيحترمك ولا بيحترم اهلك ولا بيحترم نفسه، واخدها دراع وهاجي اكتب عليك وامشي، والنظام ده ما بينفعش. دي مش جوازه، دي جنازه. ولما ياخد البنت لسه عروسه صغيره وقبل ما يخش عليها يعمل معها علاقه وكان ممكن يضيع مستقبلها، بس ربنا سبحانه وتعالى ستر عليكي، ده يبقى انسان غير مسؤول، انسان ما بيفكرش غير في نفسه، انسان عايز يقود العلاقه العاطفيه والعلاقه الزوجيه زلنطحة. يعني يتجوز بسنجه او يطلع لك موس من تحت سقف حلقه. ده كلام فارغ. بص يا بنت الناس ما تزعليش عليه قوي. ما تزعليش عليه لان في ناس كتير قوي بتمر علينا في حياتنا ولما ربنا بيفتكرهم ويمشوا يبعدوا يعني بنقول الحمد لله. يمكن في الاول بنبقى زعلانين، ده كان صاحبي، ده كانت حبيبتي، ده كان مش عارف ايه، انما بعد الزمن بنقول ياه كان هم ونزاح.